السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، كنت عايز أسأل حضرتك عن أنا لو دلوقتي متحقق فيا كل آيات النفاق اللي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها في الحديث. لا 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 لا, لا تقول كده، لا تهلك نفسك. أنا تابعت نفسي وحاولت أراقب نفسي في القول، لقيتني برضو ما بقولش الصحة، بخلف الوعد، كل آيات الحديث يعني. فأنا إزاي أصلح من ذاتي يعني؟ خلاص سألت. هذا نفاق العمل، الأمر فيه سهل، الأمر فيه سهل. إزاي يعني؟ ليس بكفر، لكن عليك إذا وعدت توفي بالوعد، إذا حدثت تصدق في حديثك، بس إذا خصمت لا تفجر. طيب.